الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في جوله جديده من جولتنا من مساء دريم خارج استوديو مساء دريم. نحن اليوم في منطقه شرق بورسعيد، جينا علشان احنا بقالنا فتره كبيره بنسمع عن مشروعات قوميه عملاقه وضخمه في او بهدف تنميه شرق بورسعيد، شرق التفريعه. والحقيقة أنه هذه المشروعات ربما تنقسم إلى ثلاث مشروعات كبرى، بنتكلم عن الميناء التجاري، بنتكلم عن المناطق الصناعية واللوجستية، وأيضاً المزارع السمكية. إحنا هنا في الميناء التجاري، وحبينا أنه تكون دي نقطة الانطلاق في جولتنا النهاردة ولقائنا مع حضراتكم. والحقيقة أنه هذا الميناء ربما صمم وأنشئ حتى يتم الاستفادة من يعني أقصى استفادة نقدر نحصلها من ثروات سيناء، وأيضا من قناة أو منطقة قناة شرق السويس، ميناء شرق السويس. عايز أقول كمان أنه المنطقة هنا الحقيقة الأرض هنا فيها صعوبة كثيرة جدا، الأرض هنا طينية، طبيعة الأرض أو طبيعة التربة هنا صعبة جدا لأنها طينية ورخوة جدا، وبالتالي فكرة الإنشاءات والتصميمات هنا كانت صعبة جدا وكان تحدي حقيقي في البداية، وده ربما خلال جولتنا هنفهمه أكتر على الطبيعة ونعرف إزاي كان في إرادة حقيقية أن احنا نتغلب على هذا التحدي الكبير. في كل الأحوال احنا هنا في الميناء التجاري، هذا الكيان الذي سيستفيد إن شاء الله ويكون من خلاله في تبادل تجاري مع كيانات اقتصادية وتجارية عملاقة، بتكلم على دول جنوب شرق آسيا، بتكلم على شرق أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات والهند وغيرها. إذن هذا الميناء التجاري له مكانة خاصة جدا، وبإذن الله هيكون نقطة انطلاق قوية للمساعدة في انتعاش الاقتصاد المصري. أهلا بحضراتكم مرة تانية في هذه الجولة الخاصة لنا من مساء دريم، ونحن اليوم على هذا الرصيف وهي البداية لنا، رصيف الميناء التجاري بمنطقة شرق بورسعيد.